بداية أود أن أطمئن الجميع وأذكر بحقيقة ما كنا نذكره ونذكره دائما، وهي أن الطفرات والتحورات هي سمات أساسية للفيروسات، وظهور مثل تلك الطفرات أو التحورات أمر لا يدعو إلى القلق بمشيئة الله. الأمر الآخر، في دولة الكويت يتم رصد عدد الحالات بالإضافة إلى المسحات الاعتيادية، يتم الرصد كذلك عبر ما يعرف بالمسحات العشوائية، حيث أن بعض الدول حول العالم وبعض الآراء العلمية اعتمدت المسح العشوائي كطريقة لقياس دقة الانتشار الوبائي في المجتمع. في دولة الكويت المسحات العشوائية لم تتوقف منذ شهر أبريل 2020، أي منذ حوالي يعني نحو 33 شهرا متواصلا. يتم تحديد كل يوم لمحافظة معينة، وفي نهاية الأسبوع يتم تغطية كل المحافظات، والعينة النهائية تدل على نسبة الانتشار في المجتمع. وأطمئنكم بأنه لله الحمد الوضع مستقر، ونسبة العينات الإيجابية من المسحات العشوائية أقل من 1% ولله الحمد حتى الآن، ومعدل الحالات كانت ولا زالت وما تزال في انخفاض مستمر على الرغم من حدوث الطفرات. طبعا من هذه العينات الإيجابية يتم عمل الفحص الجيني اللي يبين نسبة انتشار المتحورات المختلفة في الوقت الحالي. نعم دكتور عبد الله، هل عرف مصدر الحالات المرصودة؟ طبعا المتحور الحالي XBB.1.5 تم اكتشافه في اكتوبر الماضي، والبيانات البحثية الأخيرة يعني أظهرت أنه منتشر في 38 دولة حول العالم حتى الآن، ويتمركز تحديدا في منطقة أمريكا الشمالية وفي أوروبا، وهو يعني بالمناسبة ينتمي إلى مجموعة فرعية من متحور أوميكرون من فيروس كورونا. دكتور عبد الله، هل هناك خطورة من سرعة تفشيه لو قارنا بينه وبين أوميكرون العادي؟ من ينتشر أسرع؟ نعم، هذا سؤال جيد. طبعا في الوقت الحالي وفق البيانات المتوفرة لا يوجد هناك دلالات على تسبب هذا المتحور الأخير بإصابات بليغة ولله الحمد، هذا من ناحية شدة الإصابات، ولكن المؤشرات المبدئية تدل على أن سرعة انتشاره أكثر من المتحورات السابقة. ولكن أود أن أذكر ومرة ثانية على أن شدة الإصابة لا توجد هناك دلالات تبين على أن الإصابات أشد من المتحورات السابقة. الدكتور عبد الله، لدي سؤال أيضا إضافي، هل اللقاحات التي أخذناها ولا زلنا نأخذها كجرعات تؤثر على هذا المتحور؟ طبعا اللقاحات المتوفرة حاليا لقاحات كوفيد 19 توفر حماية بدرجة كبيرة بمشيئة الله من ناحية تقليل شدة وحدة المرض في حال الإصابة. أنا هذا من ناحية إذا قاعد أتكلم عن كوفيد 19. أنا في هذا الصدد كذلك ودي أذكر بضرورة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تطعيمات الإنفلونزا الموسمية وتطعيم التهاب الرئوي الحاد. هذه التطعيمات يتم أخذها جميعا عبر أقسام الصحة الوقائية، وهي متوفرة في المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية المستوصفات التابعة لوزارة الصحة. دكتور عبد الله، هل لك أن توجه الرسالة لكل من يسمع ويشاهد معنا؟ تفضل. طبعا يعني من ناحية الاحتراز من هذا المتحور الأخير XBB.1.5، الأمور لم تتغير من ناحية طريقة الانتقال، من طريقة انتقال الفيروس، وهي عبر الجهاز التنفسي. لذلك طرق الاحتراز والوقاية في مقدمتها حماية فئات ذوي الاختطار من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة. يبقى مهم كذلك التفكير بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المكتظة والمزدحمة عندما تكون مغلقة. ضروري كذلك عزل من تظهر عليه آثار أو أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية. أنا قاعد أتكلم عن أمراض تنفسية بشكل عام، ليس بالضرورة كوفيد 19. كذلك هنا قد يكون نزلة برد أو إنفلونزا موسمية أو حتى كوفيد 19. كذلك يعني لا ننسى الحماية والوقاية عبر التطعيمات المتوفرة.